عموما خليني استضيف او ارحب بضيفي من الرياض الاستاذ او الدكتور خالد باطرفي المحلل السياسي. ارحب بك دكتور، اهلا وسهلا. هلا حياك الله دكتور. يعني حينما نتحدث عن هذه العلاقة بين المملكة العربية السعودية والكويت، هي بالتأكيد الكل ينظر على أنها بلد واحد، ينظر على أن التحديات كذلك هي تحديات واحدة وأن المصير واحد. ونتذكر حينما تحدث خادم الحرمين الشريفين الملك فهد رحمه الله وقال يعني مصيرنا مرتبط بمصير الكويت، إذا ذهبت الكويت ذهبت المملكة، فبالتالي هو مصير واحد، تحديات واحدة وروح واحدة كذلك. كيف تعلق على هذه العلاقات؟ والآن سمو ولي العهد يستقبل رئيس الوزراء الكويتي ويسلم رسالة خطية لخادم الحرمين الشريفين من سمو أمير الكويت، تفضل. نعم، العلاقات السعودية الكويتية مثل العلاقات بين دول الخليج هي علاقات عضوية في جسد الواحد، كلنا أشقاء وكلنا نواجه نفس التحديات وكلنا نعيش نفس اللحظة التي يعيشها كل مواطن خليجي، هي لحظة تنمية، هي لحظة تطور، هي لحظة بناء. وفي نفس الوقت هناك من له أطماع فينا ويحاول أن يعطل مسيرة التنمية في بلداننا وأن يثير الخلافات بيننا. ولذلك يعني جاء مجلس التعاون الخليجي في أحد تلك اللحظات الفاصلة، وكان حكماء دول الخليج ملوكنا وأمراءنا وشيوخنا من اكتشفوا بأننا أمام مصير مشترك وأمام تحدي مشترك، فأنشئ هذا المجلس، وكان كانت الكويت من المؤسسين له. فاليوم الكويت يعني تمر بلحظات صعبة في تاريخها وتحديات مثلها مثل أي دولة أخرى، ولكن ربما هي لأنها دولة مواجهة مع إيران، مع العراق، وأيضا داخليا هناك تقلبات وهناك قضايا داخلية خاصة تسعى الحكومة إلى السيطرة عليها. المملكة لها مواقف مع أشقائها دائما في هذه الظروف، في السلم وفي الحرب وفي كل الظروف نحن نقف مع أشقائنا، ولا أستغرب هذه الوقفة الأخيرة التي تقفها المملكة. واليوم نحن نقف في صف واحد تجاه المطامع الإيرانية في حقول الغاز بين الدولتين، والتي تحاول إيران أن تخالف القانون الدولي وقانون البحار وتضغط علينا وخاصة على الكويت التي هي على حدود إيران البحرية. هذه وغيرها حقيقة من التحولات والمستجدات في المنطقة تحتاج إلى مشاورات وإلى تعاون على أعلى مستوى بين قيادات البلدين. أشكرك الدكتور خالد باطرفي المحلل السياسي، شكرا جزيلا لك من جدة.